صباح الخير مشاهدينا الكرام. مشاهدي شفتي في مباشرة معكم من منطقة الحي المحمدي المجازر القديمة. الناس مازال حتى الآن وحتى الساعة تتشي في الحوالة، يعني آخر حولي هو هذا اللي تباع دابا، باقيين كيتفاهموا على الثمن. لحد الان مازال الناس كتشري في الحواله، واخر حولي هو هذا اللي تباع دابا في هذا المحل في منطقه الحي المحمدي المجازر القديمه. مازال كيتجاوبوا على اخر حولي في البطوار. يعني اذن الفجر ما بقى لي والو، واخر حولي هو اللي شفاتو دوك السيده مسكينه، واش يلا جمعت الفلوس واش ما عندهاش او كانت مشغوله او شي حاجه. مهم اخر كبش تباع هو هذا اللي في البطوار القديم. مشاهدينا الكرام، عيد مبارك سعيد. الى هنا ينتهي هذا البث، والى اللقاء.